السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أفكار المجاهد. إذا كنت أول مرة كتشاهد الفيديو ديالي، كنتمنى تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصل الجديد وتخلي شي تعليق اللي دعمنا ويشجعنا بحال دائما. فيديو اليوم ديال البوطاجي هادي، نرى اللوح بالطريقة هادي، وغادي نفرشو له الزليج والحديد، وغادي نعمروها بالبيتون او لا بالكرابة. باش تعرفو كيفاش خدمنا هاد البوطاجي هادي، خليكم مع الفيديو. مرحبا بكم من جديد. كما شفتوا معايا، من بعد ما عملنا اللوح لهاد البوطاجي هادي، غادي نفرشو له الزليج. يعني داكشي علاش ما فرشناهاش باللوح كامله، يعني درنا البلاصه اللي ينزل فيها الزليج، العبر ديالها من الارض. اللوح مخدوم على 81 سنتيم. من بعد الزليجه والقرابة يكون فيهم 4 سنتيم، هي 85 سنتيم. غتبقى لنا البلاصة ديال الرخامة والفورمة ديالها. كما شفتو معايا، الزليج فيه 60 على 20. العبار ديال اللورنية ستاندر ديال البوطاجي هادي، ستاندر كتجي فيها 60 سنتيم خارجة و 90 سنتيم فيني، يعني كتكون من الارض للرخامه من فوق 90 سنتيم. احنا كنديرو بين اللوح والبيتون، كنعمرو 5 سنتيم، يعني كتولي 85. كما شفتو معايا، من بعد ما كنعدلو اللوح، كنحفرو الموطا اللي ندوزو فيه الحديد، كنحفرو ديك الترانشي داير مع بوطاجي باش كنعدلو فيه، كندخلو فيه الحديد تما والبيتون كيدخل تما، باش كتجي بوطاجي صحيحه. يمكنش نعدلوه بلا ما نحفر له في الحيط. وبدينا كنفرشو الزليج بلاصه اللي غادي تسقف، باش ملي نحيدو الخشب غيكون بوطاجي مزلج من تحت، غيظهر من تحت مزلج ونقي. كما قلت لكم، هذا الزليج هذا فيه 60 على 20 سنتيم، وكتجي بوطاجي كيجي من تحت. ملي كتعد بهذه الطريقه كتبقى نقيه من تحت، ما كيبقاش شي قرابه خارجه ولا الدنيا كتبقى مكرفصه. هيدا كتجي مفينيه مزلجه، بعد ما كتحيد اللوح كتجبرها مزلجه. كيف ما كتجاو ديك الترانشي اللي حفرناها حساب الحديد، حتى هو كنحيدو، يعني كنحفرو جعبه ديال لاجور، كنحفروها طويله باش كيدخل تما الحديد، وعاد البيتون كيدخل تما حتى هو، باش كيجي بوطاجي صحيحه. هاد اللورنيه فيها 3 متر على 3 متر، جات بحال ال. يعني اللورنيه كبيره واتساع فيها، وفيها جوج سراجم، جات مضاوية. شي يكون كوزينة أمريكا، غتكون صالة مونجي تاهي تما. نزلت لكم فيديو ديال باركي ديالها، كيفاش خدمنا الطريقة، كيفاش خدمنا باركي ديال الأرض. نزلت لكم بزاف د الفيديوز مخدومين فهاد الفيلا هادي، بحال باركي ديال الطبقة التانية، باكي ديال بلاصه ديال الكوزينه وبلاصه ديال سالامونجي. نزلنا الطواليت ديال الفيلا، نزلنا الدوش ديال الفيلا، البالكون ديال الفيلا كاش مخدوم. بزاف د الفيديوز كاينين في القناه، نزلتهم ان شاء الله. اللي ماجي ان شاء الله حتى هو باقي باركي ديال الصاله اللي خدمته بواحد باركي، خدمنا بواحد الطريقه واعره بزاف، واحد الطريقه غتعجبكم ان شاء الله يا ربي. اللي شافها غادي يعدل بحالها ان شاء الله. كنتمنى الفيديو تكونوا كتستافدوا منهم، هادشي اللي كنتمناو. كنتمنى الفيديو اللي كنعمل لكم تكونوا كتستافدوا منهم، هذا هو المهم. من بعد ملي كنفرشوا الزليج، كنديروا ديك
الرجله ولا هاد الخشبه اللي عندنا في الوجه ديال البوطاجي اللي غادي نعمرو عليها بيتون، يعني ماشي بيتون كتحصر بيتون من خرجتي، وكنعمرو على حسابها ثاني بيتون كنعمرو على حسابها في العبار ديالها باش كيجي العبار لاصق. البوطاجي انا دائما كنخدمو بالميزان، كندير له ميزان ديال الخطه كامل في الدوره ديالو، كندير له ميزان ديال الخطه باش كيجي، كاين اللي كيخدموها بالمترو بميزان الماء، انا كنديرو الخطه باش كيجي العبار، يعني ما كتكونش اش كتحيد الشك مره وكيجي العبار كي العبار لاصق، ما كيجيش العبار زايد ولا ناقص، يعني كيجي العبار واحد الدوره كامله. كما شفتوا معايا ملي فرشنا الزليج عطى الديكور واعر من الفوق عاد من التحت، يعني من الفوق شو الديكور عطى الديكور واعر كيف ما كتشوفوا، كنستفو الزليج بهذه الطريقه الدوره كامله، وكنديروا الحصار ديالنا، كنديروا الحديد وكنعمروا البيتون باش كتجي البوطاجي كيجي صحيح بهذه الطريقه وما كيهبطش الماء، مستحيل انه يهبط الماء، ماشي بحال ديال الخشب هذا كيجي صحيح وكيبقى دائما، يعني يصبر يدوز شحال من عام ما يوقع حتى شي حاجه ما يهبط الماء لا والو. ومن بعد ما فرشنا الزليج ساينا فرشنا الحديد، الحديد كنعدلو بهذه الطريقه، خلينا هنا الموطا ديال لابابو باش يكون تما الفتحه ديال لابابو، وستفنا الحديد، الحديد عملنا ديال العشرة بهذه الطريقه، قربتوه بالسلك باش كيبقى ملي كتخوي البيتون ما كيتحركش الحديد كيبقى في بلاصتو، وعملنا حصار باش الكراو ما تخرجش، وغادي نعمرو غادي نعمرو 4 سنتيم مع الزليجة باش يجي العبر هو هداك، وما تجيش عالية بزاف، تجي اللورنية رقيقة. من بعد ما سالينا عمرنا البيتون بهاد الطريقة بهاد الشكل، جات بوطاجي كنريقلوها مزيان باش كتجي مع طوم ريقلة، كتجي رقيقة وصحيحة، يعني الصح والعمل، حاجة كتعملها وكتهنى منها، كترتاح من الماء وكترتاح من أي حاجة، وعاد كتجي رقيقة ماشي بحال بوطاجي شحال هادي كانوا كيعملوها غليظة بزاف، كتجي غليظة ومشوهة، وكتجي رقيقة كتعطي الديكور مزيون، يعني بحال اللي عملتي الخشب نيشان. ومن بعد ما حيدنا الخشب هذا هو الشكل النهائي ديال بوطاجي، وبين الحيط من تحت بين الحيط باش كينزل عليه، كما كتشوفوا معايا بوطاجي رقيق مره في 4 سنتيم، والزليج اللي نزلنا من فوق الخشب جا بهذه الطريقه وبهذا الشكل، جات كتبرق من تحت، حتى الزليج اللي عملنا بالحيط بحال الخشب حتى هو عطى الديكور واعر. كنتمنى الفيديو يعجبكم وتستافدوا منه، وفيديو ان شاء الله ديال الكوزينه هادي غيكون هذا الحد ان شاء الله، غادي ننزل لكم كيفاش خدمنا الحيوط الفوقانيين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.